افهمني افهمني. فريد تبلغ السيد حمدي بالمنشيت ده اللي وضعه الدكتور طه النهارده. اهلا بك زميلي محمد الليسي. يمكن قبل مغادره اتوبيس فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات مع الكابتن سيد حمدي مهاجم فريق النادي الاهلي. كابتن سيد في البدايه اقول لك طبعا بدايه موفقه انطلاقه الدوري والفوز على المحله والثلاث نقاط. الحمد لله طبعا النهارده على الفوز طبعا اهم حاجه، ومبروك على عوده الدوري طبعا حاجه كويسه ونتمنها بدايه ان شاء الله. النهارده طبعا كل الناس بتكلمني طبعا على الاجوان اللي انا ضيعتها طبعا، لكن انا بقول الحمد لله طبعا. وارد ان انت تبقى مش يعني مش موفق، وانا بسميه النهارده عدم توفيق، لكن انا اديت النهارده والجهاز الفني طبعا مبسوط ان انا عملت اللي عليا بالنسبه للناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، لكن الاجوان دي حاجه بتاع ربنا، وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله اعوض الاجوان اللي ضيعتها دي. شايف البدايه النهارده؟ نعم لسه البدايه بدون جمهور، لكن في نفس الوقت كمان الفرق لسه محتاجه ماتشات عشان يبدا نشوف المسابقه الدوري اللي احنا كنا عارفينها طبعا قبل كده، لو كان بيبقى ماتشات قويه وحماسيه وفيها اهداف كمان. طبعا يمكن الاداء طبعا اول مباراه طبعا بتبقى يعني الريتم مش او المستوى مش المطلوب 100%، لكن انا شايف ان النهارده 70% ودي نسبه كويسه. طبعا كان في انسجام شويه، لكن مع الماتشات ومع تكرار الماتشات ان شاء الله وانتظام الدوري المستوى هيرجع زي ما كان، والنادي الاهلي هيرجع في حالته يعني. سيد يعني في نفس الوقت كمان النهارده انت بدات اساسي، لكن دومينيك انت عملت له الهدف الاولاني، كان في تفاهم كبير جدا طبعا في البدايه، كنت تتوقع النهارده تحرز اهداف ولا في نفس الوقت كنت قايل لدومينيك انه ممكن النهارده دوري يكون مهم مع الفرقه؟ هو دومينيك طبعا بعيد عن الماتشات طبعا، وانا فرحان النهارده ان هو احرز جون طبعا. سعيد اي لعيب بيجيب جون بيبقى في مكاني او غير مكاني ببقى فرحان ان هو انا شخصيا ببقى فرحان ان هو جاب جون، وبالذات دومينيك لانه بعيد شويه عن المباريات. اي لعيب طبعا بيبقى في انسجام طبعا في التمرين وفي كل وقت، كل لعيب عارف المطلوب منه، وجهاز الفني طبعا بيطلب مننا حاجات احنا بننفذها في الملعب. النهارده الكره لما جت لي لعبت لدومينيك احرز بها جون، وجون المكسب طبعا، واتمنى لدومينيك طبعا التوفيق في المباراه اللي جايه ان شاء الله. شكرا لك. اذا ده كان لقاءنا مع السيد حمدي مهاجم فريق النادي الاهلي، وطبعا خلاص الاتوبيس بيستعد دلوقتي لمغادره استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي خلاص بعد نهايه المباراه والجوله الاولى لنادي الاهلي ضمن مباريات المجموعه الاولى في انطلاق الدوري العام موسم 2013. مبروك للنادي الاهلي الانطلاقه، ومبروك لغزل المحله وكل فرق الدوري والبدايه القويه طبعا، واول ثلاث نقاط للنادي الاهلي في الدوري العام. اشكرك محمد، شكرا جزيلا، دايما موفق ان شاء الله انت وفريق العمل بالكامل، ومعك المخرج محمد دكروري موفقين باذن الله تعالى. اشكركم شكرا جزيلا من ملعب الدفاع الجوي. دكتور طه لك تعليق على بركات ضربه الجزاء. انا عايز بس قبل ما تقول تعليق بركه هسالك على حته صغيره، هل ضياع عبد الله السعيد لركله الجزاء هو اثر على مستواه في المباراه؟ يعني النهارده لا لا